نبدأ أخبارنا الاقتصادية النهاردة من البنك المركزي المصري. في خبر حصري من مصدر مسؤول قال إن حصيلة الشهادات الإدخارية بلغت قيمتها 550 مليار جنيه منذ التعويم في نوفمبر الماضي، منها 164 مليار أموال جديدة دخلت للقطاع المصرفي. مصدر مسؤول، يعني احنا مش هنقول لكم غير ان هو مصدر مسؤول قوي، وطبعا ده مؤشر ايجابي. هنعرف اكتر عن هذا الخبر من الاستاذ عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر. عاكف بيه، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. مساء النور يا فندم. الاول، ارتفاع الحصيله الادخاريه ل 550 مليار جنيه، ده معناته ايه؟ ده معناه ان الخطه الحكومه والبنك المركزي يعني شغالين عليها ابتدت تاتي ثمارها في ان هم بيحاربوا التضخم، فمعناها ان هم لموا سيوله من السوق. فاحنا متوقعين بعدها، بعد الصدمات اللي حصلت بسبب بعد التعويم وبعد رفع الدعم التجوزي من الوقود والكهرباء، ان احنا نبتدي نشوف انحسار للتضخم. واعتقد دي الاولويه دلوقتي بالنسبه للحكومه قبل اي حاجه، لان انت لو عملت تنميه وفيها تضخم كبير فهي هتاكل اي تاثير للتنميه دي. صحيح. فلازم تبقى، كنت بتتكلم على الاولويات، فالاولويه النهارده هي ان انت تحجم التضخم. بعد كده لما يبتدي التضخم ينزل، وده حسب التصريحات اللي هو البنك المركزي طلعها في الزياده الاولانيه والزياده الثالثه في السمعين الاخرانيين، ان دي اجراءات مؤقته. فدي هتبقى خلال الفترة اللي جاية بعد ما يبتدي تنجح فعلا الزيادة اللي اتعملت دي، تلم السيولة من السوق جزء منها كبير بره القطاع اللي هو كان مصرفي كمان. احنا بنتكلم على 164 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي. بالظبط كده، بالظبط. فده لما بتدخله جوه القطاع المصرفي بتعمل طبعا شفافية أكيد أكتر، بتعمل شمول مالي. الشمول المالي ده هيساعد الناس اللي دخلت البنك لأول مرة إن هو يتعود على البنك، يبتدي يتحول من الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي. وطبعا في دراسات كتيره بتتكلم على تاثير ده، ان انت تدخل الاقتصاد الغير رسمي للرسمي بيعمل تنميه اكتر. فهي اكيد التنميه مهمه، بس قبل ما تقدر ان انت تركز عليها اكتر، لازم ان انت تحد من التاثير التضخمي للقرارات الاصلاح الاقتصادي. احنا بنتكلم على 164 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي. خارج القطاع المصرفي بنتكلم، حضرتك تناولت موضوع القطاع غير الرسمي، يعني الناس اللي مش حاطه فلوسها في البنك، الناس اللي بتشتغل والدوله ما تعرفش عنها حاجه، الفلوس اللي بتتم تداولها خارج نظام البلد اذا جاز التعبير. احنا اعتقد ان الرقم معدي ال 2 تريليون جنيه. فهل ال 164 مليار في الفترة دي مؤشر جيد فعلا، ولا محتاج ان هو يزيد اكتر بمحفزات اكتر؟ هو للاسف بسبب ان الاقتصاد الغير رسمي غير رسمي، فهو ما فيش بيانات دقيقة عنه. فالرقم في حد ذاته لا، كرقم كبير، مش رقم صغير، يعني لا يستهان به خالص. وده الكودايع، حاجة دي عوائد داخلية، معناه ان حجم الشركات اللي شغالة فيه شركات مش حجمها مش صغير خالص، يعني لما الفبري يبقى عندها فائض بالمليارات دي، معناها ان حجم البيزنس بتاعها مش صغير. فمجرد دخولها وتعودها على الدخول في المنظومه البنكيه دي حاجه طبعا يعني تعتبر مكسب كبير. طيب خليني ارجع حضرتك بقى لبنك مصر واسالك، الشهادات اللي بنك مصر حصل عليها من القيمه اللي احنا تناولناها دلوقتي قد ايه؟ تقريبا حوالي 150 مليار تقريبا. 150 مليار من ال 550 مليار دول الشهادات اللي هي ال 20% وال 16%. طيب احنا طلعناها بعد قرار التعويم. انا كنت قريت تصريح لحضرتك انك بتقول ان سعر الفايده على الشهادات مش هيزيد. هل مش هيزيد دلوقتي؟ يعني في امكانيه ان هو يزيد في الفتره اللي جايه، ولا مش هيزيد عن ال 20%؟ لا احنا ما يعني طبعا ده بيبقى قرار لجنه الالكو، احنا يعني لسه بتنعقد، فبعدها هناخد قرار، بس احنا يعني ما اعتقدش ان هي هتزيد عن كده ان شاء الله. ما تعتقدش ان هي اوريدي ال 20% دي مرتفعه جدا، يعني ما فيش اوعيه في السوق النهارده بتدي فايده زي كده.
طيب خلاص انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر على هذا التوضيح.